شوفوا الحالات الاهل ديال الضحايا اللي وصلوا العدد ديالها 7 ديال الحالات و20 صيفطوها وصيفطوا 20 للسويسي. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقعت البارح كارثة يمكننا أن نتغاضى عن التفاؤل معها. نحن نعتبر جيش أبيض ندافع على المواطن كما ندافع على حقوقنا. اليوم ارتأينا نحن في الإقليم ديال القنيطرة وارتأى التنسيق النقابي أننا هاد الوقفة نديروها ونديرو فيها غير كلمة ونترحموا على ضحايا هذه الكارثة ونخبروا الجميع أن العدد اللي كان غيكون في هاد الوقفة هو أكبر من هذا، إلا أن استدعوهم للقيام بالعمل الجليل والتضحية اللي كيضحيوا بها إخواننا اللي كانوا غيكونوا واقفين معنا هنا. عدد منهم راه في المستعجلات، راه في الإنعاش، راه باقي المصالح ديال المستشفى الإدريسي، ونحن كذلك إن تستدعى أننا يحتاجونا غنمشيو، راه حنا مضربين، ولكن إلا احتاجونا في حالة الاستعجال راه غنمشيو ونخدمو، حيت حنا أولا كندافعوا على حقوقنا وكندافعوا حتى على حقوق الساكنة ونحارب كل أداء يأتي لهذه السكينة ديال بلدنا الحبيب. كنشكركم جزيل الشكر. باقي الأقاليم راه واقفين، الإقليم ديالنا هاد الكارثة خلتنا ما نوقفوش، قلنا غنقولوا هاد الكلمة مقتضبة إطار التنسيق النقابي وغنصاحبوا في هدوء، ورا المسلسل النضالي راه باقي مستمر. وشكرا. نبداو النداء ديال هاد الوقفة اللي كتجي في إطار المسلسل النضالي تاخذون التنسيق الوطني اللي اعلن عليه بناء على اضرابات ديال 3 ايام. وهنا بالمناسبه باش ما ندخلوش في التكرار غنهضروا على الاشكال النضاليه. الاشكال النضاليه اللي هي اضرابات والوقفات. هنا تنوجه نداء
اولا الاخوان ديالنا الصامدون اللي واخدين هاد الفاجعه اللي نزلت على الاقليم ديال القنيطره واللي لبوا النداء طواعيه، وكما قال الدكتور باب حنا مستعدين اننا نلبيو النداء طواعيه. دونك تحيه نضاليه لهم، وتحيه الاخوان اللي مازالوا مقتنعين. هذا واحد من الميساج غندوزو للاخوان اللي مازالوا كاينين معنا اللي واقفين هنا ولا يعلنوا عن الاضراب، كيقيد السميه ديالو بانه حاضر كاينين كيخرجوا وناس اللي هما في الاداره باش نكونوا واضحين. حنا ما تنتخباوش، حنا اللي واحد موقف كيقولوا نيشان اللي كيجني في الاداره بانه حاضر ويجي يوقف معنا في الوقفه غير يمشي بحاله، ما يوقفش معنا. من يقتنع حنا خوت، من يقتنع حنا خوت مرحبا به، ولكن باش يطلع علينا النسبه ديال المقصدين النسبه ديال الاضراب هذا راه كيضرب فينا حنا، كيضرب في الدوله كيضرب فينا حنا. هذا اول شيء. ثاني شيء باش هاد الوقفات كيشكلوا دائما مناسبه ماشي غير للاحتجاج ولكن مناسبه للتوضيح. دونك غنبغيو نوضحوا مجموعه ديال الاشياء لحقاش كاين مجموعه ديال المغالطات كيدوزوا. كاين المجموعه الصحيه الترابيه اللي كنهضروا عليها دابا حاليا، المجموعه الصحيه الترابيه فعلا هو مشروع اللي هو كيقيس القطاعات كاملين. ملي كنقول قطاعات كاملين بما فيهم قطاع الصحه، يعني ان رئيس المجموعه الصحيه كيتعين بظاهر شريف مؤسسة عمومية متفقين، ولكن لا يخول لنا أننا نحافظوا على المكتسبات ديالنا كموظفين عموميين. باش نكونوا واضحين، التنزيل ديال القوانين راه ماشي بحال الحال. راه واخا يقول لكم مؤسسة عمومية، ملي كنجيهم التنزيل كل مؤسسة كتاخذ الإجراءات ديالها على حساب قدر النضال. إذا كانوا الإخوان تيناضلوا راه كيكون عندهم الصوت ديالهم مسموع. بالتالي شفنا هاد الامور تكررت في مجموعه ديال القطاعات واخرها هو التعليم. وحنا الا بغينا نكونوا هنا ونكونوا حاضرين راه خصنا نبقاو حاضرين، وكما قلنا المسلسل النضالي راه باقي مستمر. واخر حاجه هو التصريح ديال رئيس الحكومه بين قوسين اللي واش عنده مصداقيه ولا ما عندوش، حيت ما خرجش تصريح رسمي. كنقولوا بان هذا اشاره بان الحكومه حتى هي عندها نفس طويل، وحتى حنا خصنا يكون عندنا نفس طويل. وتحيه نضاليه للجميع، وباش نرفعوا الشكل النضالي غتنطلبوا دقيقه. العزيز رشيد كاتب الوطني كاتب المحلي للنقابه الوطنيه للصحه، عضو التنسيق النقابي باقليم القنيطره. كما كتعرفوا كما كان منتظرا كانت غتكون وقفه احتجاجيه في اطار التنسيق النقابي الاقليمي باقليم القنيطره، وقفه استمرار المسلسل النضالي ديال الاسبوع الفارط والاسبوع اللي قبله، ولكن للاسف الشديد مع الفاجعه اللي حلت باقليم القنيطره والوفاه ديال مجموعه من المواطنين بتسممات تسممات غذائيه، واحتراما لاهالي هاد الاموات ارتئينا ان هاد الوقفه ما تكملش. وحنا كما كتعرفوا حنا جنود مجندون رغم الاضراب، جنود مجندون الى احتاجونا في قسم المستعجلات والانعاش حنا راه الاشاره رغم الاضراب، باش يعرفوا ان حنايا حنا المواطنين حنا كنتاسفوا كثيرا على الاضرابات، لانه كنتاسفوا لان المواطن كيجي ما كيلقاش خدمه صحيه. ولكن السبب ديال هذا المشكل هو الصمت الحكومي والتعنت الحكومي في الاستجابه لمطالب الشغيله الصحيه. ولاذكر مره اخرى ان هذا التنسيق الوطني لاجل مطلبين اثنين، تنفيذ المحضر ديال 29 دجنبر، وثاني هو الحفاظ على مكتسبات الشغيله خاصه صفه الموظف العمومي ومركز الاجور في اطار هذا لو شونجمون اللي غيكون ان شاء الله في المنظومه الصحيه. تحيه ديال حاليا من كل لبى الدعوه ديال التنسيق النقابي. انا اللي كنزيد ناكد عليك تبعا للكلمه ديال الاخوان حتى الاقليمي ديال التنسيق النقابي، مزيدا من الصمود، مزيدا من الوحده، مزيدا من التكتل، لان اللي جاي ما عرفناش شنو غادي يقدر يوقع. لان اليوم رئيس الحكومه كيخرج كما قال صديق ديالي سابقا انه تيخرج بواحد جواب غير مقنع بالنسبه للراي العام ولا الشغيله الصحيه، لان اليوم الحكومه كتتكا والحكومه اليوم كتشوف ان هذا القطاع الصحي انه راه كما كيقولوا هما راه غير منتج ولا ما كيفاش كنقولوا. التنسيق النقابي على الصعيد الوطني برمج واحد سلسله ديال النضالات، برنامج نضالي فيه وقفات احتجاجيه كل ثلاثاء،
واضراب ديال 3 ايام دفاعا على حقوق موظفي قطاع الصحه العمومي من اطباء واداريين وممرضين واعوان. اليوم كنا جايين باش ننفذوا هذا البرنامج النضالي ديالنا اليوم ديال الوقفه، الا اننا نتفاجأ الامس بحصول كارثه كبيره. 47 من الساكنه ديال المنطقه ديال اقليم قنيطره تعرضت لتسمم ب انها شربت شي ماده ما عرفناش شناهو، وثمانيه لحد الان راه واصلين تقريبا ما يناهز 8 الوفيات. نرتئينا اننا نديروا الكلمه بدون شعارات واحتراما لهذوك الساكنه، وحنا مستعدين كما كنقولوا، حنا مستعدين عيطوا لنا نشتغلوا، عيطوا لنا نخدموا، راه غنجيو ونقدموا العمل الجليل اللي كنقوموا به على طول السنه وعلى طول النهار بدينا بالعمل في هذه الوزاره. صلاح حاجه اخرى هو زياره غادي تتساق الحاله مع الوحده، غنبقاو ندخلوا بشويه.